جاياردو على الجهه اليسرى بمانويل نير في المفاجاه العائد الى التشكيله الاساسيه الجهه اليمنى وتيمو فيرنير راس الحربه في الخط الامامي قلب هجوم الكرات لاوتشوا حارس نادي ستاندرد دو ليج البلجيكا المانيا اليوم يدخل في الكره خطير بابا 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 جول من كرة جول دخلة رائعة جدا من لوتزانو استلمها بيسرى جول لايون الكرة في الركنية المكسيك مرة تالية بحث الكرة خطيرة وتوغل فيرنر كاد يفعلها فيرنر المباراة اليوم ستكون ممتعة ثم بعدها جدار الجيرون بواتينغ عنده الكرة الآن بواتينغ تشويلر ماهوش وضع التسلل والكرة في الركنية طلب الكرة في المباراة رجعت لدراكسلير من عند مسعود أوزيل دراكسلير مسعود أوزيل كرة بينية ميلر وما زال والتسديدة والحارس خطيرين منتخي يبقى صاحب المواعيد الكبرى سواء بينية مع سامي خدير بابا ما زال فيلا وخطأ لا بابا بابا عالية الكرة بعيدة تماما على ميدا بابا 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 هكتور هيريرا يسدد ومانويل نير ميشو بابا بابا خطيرة مسعود أوزيل ببراعة 10 دقيقة لعب مازال سبعة خطيرة بابا بابا على قوية جيرم بوتينغ يخرج بالكرة هذه مازال عنده الكرة كرة خطيرة للألمان كيميشو بابا بابا خطيرة ينفذ ركنية رائعة والدفاع وما زال دراكسلر يمسك هذه الكرة ويرسلها بعيدة وتشوفها وين وين في اتجاه تشيتاريتو كي وناير ما زال في عاداته وتقاليده والكرة ضربة مرمى كيميش يبعث عن فيرنر راقبها فيرنر وجول حرموا الالمان من الكرة يلعب ناحية دراكسلر هاي كرة جول هاي كرة جول دراكسلر 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 توني كروس لأن يضيع الكرة أفضل الممررين على الصعيد العالمي ماذا فعلت يا هوميرز كرة خطيرة وانطلاقة سريعة عن طريق اللاعب ميلر يبحث عن سامي خديرة والتغطية الدفاعية ما زالت مكسيكية لوتزانو بالرأس توني كروس يرفع كرة في القائمة الثانية خطيرة هوميرز هوميرز يتفوق وما زال دراكسلر ودراكسلر اولالا والانطلاقة بالهجمة المعاكسة انطلاقة خطيرة عن طريق لوتزانو لوتزانو دخل لوتزانو 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 ما زال لوتزانو يرجع التسديد لايون فيلا والتوزيع عودة موفقة من ماتسو ما زالت عند فايون مانويل نير خط بابا هاي لايون باردية لوتزانو بابا 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 جول 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 انفجر الملعب يفعلون يا سلام لوتزانو 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 الكول جول 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 لماني تغيير جول للمكسيك امام الالمان في لوزنيكي رايح لكولومبيا الان بعد ما سجلت هذا الجول هدف اول ناديا كيميتش يكون وبال على لاعبي المنتخب المكسيكي لانه لما يغضبوا الالمان لما يزعفوا